وروائي وإعلامي ثقافي تونسي، مدير ورشات الكتابة السردية، ترأس قسم الترجمة بالمعهد العالي للترجمة. هو كمال الرياحي، أعد وقدم عديد البرامج الثقافية بالإذاعات والتلفزيونات. عرف كمدرب للكتابة الإبداعية بالعالم العربي، وأشرف على عديد الورشات بالإمارات وسلطنة عمان والأردن. تحصل سنة 2007 على جائزة الكومار الذهبي لأفضل رواية تونسية عن روايته المشرط، وكان الفائز التونسي الوحيد سنة 2009 في مسابقة 39 لأفضل 39 كاتبا عربيا. في الحقيقة أنا علاقتي كانت بالأدب قبل بالأدب بشكل عام، يعني بالقصة أساسا، فأصدرت مجموعة قصصية وأنا في السنة الأولى جامعة في التسعينات، ثم المجموعة الثانية، المجموعة الأولى كان عنوانها نوارس الذاكرة، ثم المجموعة الثانية سرق وجهي، ثم تأتي بعد ذلك الرواية، روايتي المشرط صادرة سنة 2006. وطبعا هذه كانت انطلاقتي في الحقيقة في عالم الرواية، وإلى جانب تكويني الأكاديمي في النقد الروائي والنقد الأدبي بشكل عام، لكن المشرط كانت الانطلاقة الحقيقية بحصولها على جائزة الكومار الذهبي 2007 لأفضل رواية تونسية وقتها، ثم تدعيم لذلك النجاح بجائزة هاي فيستيفال العالمية وجائزة بيروت 39 لأفضل 39 كاتب عربي. ثم بعد ذلك صدرت لي رواية أخرى بعنوان الغوريلا، وهذه الرواية طبعا كانت أيضا مرتبطة بانتقالي إلى دار نشر عربية، ونشرت هذه الرواية، ثم تلتها رواية أخرى وهي عاشقات النذل عن نفس الدار. هنا بدأت الانطلاقة الإبداعية في الرواية في الحقيقة، إلى جانب الكتب التي أصدرتها في نقد الرواية، صدرت لي الكتابة الروائية. هو صاحب فكرة بيت تونس للرواية. بيت تونس للرواية مشروع كنت قمت بإعداده عدد يعني تقريبا في 2009-2010، ثم قدمته إلى الوزارة، وزارة الشؤون الثقافية سنة 2011. نتمنى أن يكون بيتا للرواية التونسية والرواية العربية أيضا، ويكون هدفه الأساسي هو تطوير الكتابة الإبداعية الروائية في تونس، وأيضا تثمينها، وسيكون دار الروائي كما أشرت في البداية، هو دار الروائي ودار الناقد، ولكن الرواية بطبيعتها الانفتاحية على الأجناس الأدبية الأخرى وعلى الفنون الأخرى، ستكون هذا البيت ثري جدا بالسينمائيين والمسرحيين والتشكيليين في علاقة هذه الفنون بالرواية. طبعا لها برنامج نعده الآن، برنامج لهذا البيت الذي سوف يكون مقره دار الثقافة ابن خلدون، وسوف يكون هناك لقاءات أسبوعية مع روائيين تونسيين، والانفتاح سيكون على كامل تراب الجمهورية لكي يتعرف المتلقي التونسي على الروائيين التونسيين. في الحقيقة هذا البيت يأتي تثمينا لما وصلت إليه الرواية التونسية من نجاحات في العالم والعالم العربي وفي تونس، تأتي أيضا لتأكيد الحاجة إلى هذا الجنس من خلال مقروئية الشباب أيضا للروايات، الذين لاحظنا أن الشباب أيضا مغرم بالرواية ومقبل عليها، فسنوفر هذا الفضاء التفاعلي للشباب، إن كانوا مبدعين أو قراء فقط. سوف يكون هناك حفلة توقيع يعني بشكل دوري، سوف نؤسس مكتبة إن شاء الله، تكون مكتبة ربما تكون باسم مكتبة البشير خريف مؤسس الرواية التونسية، وسيؤرشف فيها وسيوثق فيها تاريخ الرواية التونسية العريق إلى هذه اللحظة الفارقة التي جعلت الرواية التونسية تشرف الأدب التونسي وتشرف تونس وفي الكثير من بلدان العالم وفي المنابر وفي الجوائز الأدبية العالمية.
نريد أن نرسي تقليد جديد وهو المناظرات بين الروائيين التونسيين والروائيين العرب أيضا، مناظرات هو جدل، هو حوار، نقاش، معارك أدبية راقية يعني في تيمات وأفكار وإشكاليات معينة في الرواية. من يدخل بيت الرواية يجد فضاء، يجد معرفة بهذا الجنس، نصحح بعض المفاهيم الخاطئة حول هذا الجنس الأدبي. أعتقد أنه هذا بيت الرواية سوف يكون مكسبا، سوف نتعاون مع جميع المؤسسات الأخرى إن كان بيت الحكمة، بيت الشعر وغيرهم من بيوت تونس التي تقدم أيضا مشاريعها، سوف ننفتح على الجامعة وننفتح أيضا على العصاميين وعلى يعني من خارج يعني الأكاديمية، ولكن سوف تكون هناك نظرة منهجية ونظرة برنامج لتغيير مشهد الأدبي في تونس وتطويره نحو جدية. سنسعى إلى بعث مجلة خاصة بنشاط هذا البيت وإلى جانب مشاريع أخرى سنعلن عنها تبعا. شكرا 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 لكم.